السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك شيخنا؟ الحمد لله، رد السلام ردا وافيا كما سلم عليك تسليم واف. بارك الله فيكم. تمام شيخنا، إن شاء الله. عفوا شيخنا، أنا عمار من العراق، والله شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عمار، تفضل. شيخنا، أني صراحة يعني دا أمر بفترة جدا صعبة وكلش مهموم، فأتمنى شيخنا تنصحني. أنصحك أولا أن تتعوذ بالله من الهم والحزن، فإن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعمله اليومي بعد كل صلاة: التعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ولا تيأس أبدا من رحمة الله، واحرص على ما ينفعك، واجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والحكمة والأخذ بالأسباب السديدة، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. جزاك الله خير شيخنا. وياكم.